المدراء المحترفين اللي هو أصلاً نحن بنعملها. إيماننا عالي جداً بجاهزية الجزائر لاستضافة هذه الألعاب، فأنتم استضفتم ألعاب كبيرة جداً في السنوات الماضية. المنشآت ما شاء الله التي رأيناها نحسدكم عليها ما شاء الله، تمام، وبصراحة في جاهزية عالية، ولكن الأهم في روح عالية في وقت لإنجاح هذه الألعاب في وقت قياسي. في ثلاث دول لم ينهوا تسجيلهم لسه، اللي هم الأخوان في لبنان وفي الصومال وفي جزر القمر، فلسه في نقاش معهم، يعني في نقاش مع هذول الثلاث دول. نحن نتمنى أنها تكون مشاركة ل 22 دولة. نشكر معالي الوزير ونشكر مع دولة الوزير الأول ورئيس الدولة على الدعم اللي فعلا هم داعمينهم لهذه الدورة. الجهات اللي اجت اجتمعت معنا هي كل جهات الدولة المعنية، وفعلا الدعم لا متناهي. يعني أي اجتماع طلبناه حتى لو كان يعني فيه بعضا من الإحراج من جهتنا، لم نتوقع حتى أنه يتجاوبوا بسرعة، تم التجاوب خلال ساعات وترتيب هذه الاجتماعات. وإن دل على شيء فهو يدل قد ايه في حماس لأنها تسير هذه الدورة على أحسن حال. نحن الآن في المرحلة الأخيرة وهي تسمى العملية العملياتية التي تفرض علينا أننا نعمل على التدقيق والأشياء الصغيرة لكي نرفع من نوعية الخدمات التي ستوفر بإذن الله لضيوفنا الكرام العرب. عدد المشاركين حاليا هو 5723 رياضيين ومرافقين وإداريين، وعدد اللاعبين هو 3463. لكن وأعيد الكر وأثبت بأن هذه الأرقام ستشهد نقص، لأن نمشي إلى تحديد العدد على حساب العدد المسموح في كل مسابقة.